كل أم في العالم تتحمل كل الآلام والسهر اللي تمر بيه سكن الشر، وتتحمل عن طيب خاطر لكونها في النهاية هتحصل على هدية ينضاف إلى العائلة وهو طفلها الجديد. وأنا أيضا كأم كنت أنتظر اللي هي الرابعة هبة. بصراحة جدتي هبة كانت كلش لطيفة وجميلة، ولكن كانت هادئة كلش. هدوءها ثار انتباهي وخلاني أقلع قد يكون أكو هناك شيء خطأ، فقررت أن أخذها إلى الدكتور حتى أكسر الشك باليقين. ورحت إلى الدكتور، ومع الأسف كانت الكارثة بلقائي للطبيب، لأنه الطبيب عاملني بصورة غير إنسانية. بلغني أنه هبة لا تتكلم، لا تقعد، لا تمشي، لا تتعلم، لا تتزوج، وقال لي هي منغولية. بصراحة الكلمة هذه ما كانت إلها معنى بالنسبة إلي، ما كنت أعرف عظمة هذه الكلمة اللي قال لي إياها. أباوع البنتي وأقول معقولة هاي الطفلة الوديعة الجميلة تتحمل كل هاي اللاءات اللي قال لي إياها الطبيب؟ فكنت أتوقع أنه أكو فشي خطأ بهذا الدكتور في ذلك اليوم، مو الخطأ ببنتي، لأن مو معقولة كل اللي قال لي إياه هو في هذه الطفلة. فأخذت بنتي وطلعت في اليوم الآخر، والوراء رحت إلى عدة أطباء، مع الأسف كان نفس اللقاء ونفس الحوار. الكارثة هذه أو الصدمة حطمت كل أحلامي ببنتي، ولكن حاولت أن أدوس على قلبي وأفتح باب عقلي، لأن إذا أظل أستسلم لوجودها بهاي الطريقة معناها خسرت طفلتي الرابعة. نعم هي ما كانت مثل إخوانها اللي قبلها، ولكن ممكن أن أسوي فشي، لأن أنا أم، ومن خلال خبرتي ذول الأولاد الثلاثة ممكن أن أستفيد من خبرتي وأفيد هاي الطفلة. وبالفعل تركت عملي كمديرة للثانوية وتحملت كل اللي شفته من أقرب الناس إلي، لأن مع الأسف إحنا مجتمعنا قاسي لا يرحم، وهي أنا أقولها من أقرب الناس إليك تسمع الكلام اللي يجرحك. فسديت بابي على نفسي وعلى بنتي، وبديت أدربها كأم بقلبي وبعقلي، والحمد لله قدرت أغير فشي كلش بسيط بيها. سبحانه وتعالى الظاهر كان يخطط ويرسم لي خط حياتي. طلعت دراسة زوجي إلى الخارج، ويطلعنا كعائلة ويانا هبة عمرها 11 شهر. لم يعني رحنا احنا إلى انجلترا، وما كانت عندي مشكلة باللغة لأن أنا اختصاصي لغة إنجليزية، وبديت هناك أسأل، وحتى من أشوف الناس بالشارع أروح عليهم أسألهم على مود إنه هم يشبهون بنتي، بس أريد أتعلم. وبالفعل ما خليت كتاب ما قريته، مكاتبهم دخلتها، مؤتمراتهم حضرتها، صرت عضو في الجمعية اللي هي خاصة بالداون سيندروم، وتعلمت. فحقيقة المفروض هسه أني أبلغها لكل واحد، وفعلا كل من يجيني للمركز أقول له يا هذول ما يختلفون عنه، هذول كل إنسان طبيعي خلق الله أو غير طبيعي هو عبارة عن خلايا بها كروموسومات. كل إنسان عنده 46 كروموسوم، في كل خلية أكو 46 كروموسوم، يعني 23 زوج. سبحانه وتعالى فقط الخلية التناسلية يخلقها من 23 فرد لدى المرأة و23 فرد لدى الزوج. فلما تلتقي البويضة المخصبة يصير عندها 23 زوج اللي هي من هاي الكروموسومات، وهاي الكروموسومات هي عبارة عن حاملة لكل الجينات اللي تأخذها من الأم ومن الأب. بعدين من خلال معرفتي هناك عرفت أنه هاي الخلايا في بالنسبة للشخص النورمال هو عبارة عن فقط عنده 2 ترايسومي 21، بينما بالداون سيندروم اللي هو الاسم العلمي لهؤلاء الأطفال
الاسم العلمي هو داون سيندروم. داون اسم الطبيب اللي اكتشف الحالة، وسيندروم الصفات اللي تطلع مع الطفل من ذي الولادة. فعرفت انه الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي داون سيندروم هو مجرد خلية في ترايسومي 21 وهو بي 3، ولهذا يسموه ترايسومي 21. ترايسومي 21 هو 95% من حالات الداون سيندروم، وهذا النوع هو مو وراثي نهائيا. 95% من هؤلاء الأطفال مو وراثي، لا سبب الأم ولا سبب الأب، وإنما هو سبب خطأ في الانشطار، وهذا سبحانه وتعالى هو اللي يختار العائلة وينطيهم إياه. أكو نوعين آخرين أيضا تعلمت من عندهم، إنه النوع اللي على اليسار هو يسموه المتنقل، جزء من الكروموسوم يتنقل إلى كروموسوم 14 أو 15، وهذا بنسبة قليلة جدا من الوراثة، من 3 إلى 5. وعرفت أيضا أنه أكو نوع ثالث يسموه الموزايك، وهذا الموزايك هو عبارة عن نصف خلايا أو ربع خلايا، أو تبدي بالانشطار الحقيقي اللي هو 46، وبعدين على غفلة يصير الخطأ بالانشطار، فيظل الطفل متحص عنده في جسمه قسم من الخلايا الطبيعية وقسم من الخلايا اللي بيها 47 كروموسوم. هذا أيضا بنسبة قليلة من الوراثة، من 3 إلى 5. فكل هاي الأشياء أنا بصراحة تعلمتها، تعلمت اسمه، تعلمت ليش هو صار، تعلمت نوعه، تعلمت صفاته. هذا الطفل ما يفرق عنه. أنا بنتي كانت من ولادتها في العراق، كانت هاي الطفلة يسموها معاقة، في حين لما رحت إلى مجتمع آخر وهو يعني نفس الطفلة ما راح تغير بها شيء، وإنما ما كانوا يسموها معاقة. إذن هو ليس الطفل هو المعاق، وإنما هو المجتمع. وأنا أؤكد من كلام لسان إنه هو فعلا هو المجتمع هو اللي يخلي الطفل أن يكون معاق. تردون تسألوني تقولوا لي شو تغير بهبة ورا ما رجعتي ورا ست سنوات من دراسة؟ رجعنا هبة عمرها 6 سنين، هبة تقرأ تكتب تمشي تحكي وواصلة إلى 3 words. شكرا جزيلا. ورجعت إلى القطر، ولكن رجعت شخص آخر وإنسان آخر وأهداف أخرى ومبادئ أخرى. كنت أنا من رايحة إلى لندن كان عندي بنية وحدة، بس من رجعت للبلد كان عندي في دماغي هواية أهداف. ردت أحول كل هؤلاء الأطفال اللي يعتبرهم المجتمع معاقين إلى أشخاص تقريبا طبيعيين. أكو نقص عندهم صحيح، بس هاي يسموها حاجة خاصة، ممكن أن إحنا نقدم لهم الخدمة اللي تقدر تغير من هاي الحاجة الخاصة. وكيف أبدي هذا الشيء؟ أول شيء بديت بعمل سنتر في بيتي، مركز لتعليم حملة أعراض داون، وكان بيها بالأربع أطفال أول مرة، وبعدين وصلوا إلى عدد 150 طالب. شفت في نفسي انه مو فقط ممكن ان اغير الطفل، لا، لازم اكو عده خطوات حتى يعيشون بسلام. والخطوه الاولى اللي هي الاب والاخوان، هذول الخطوه الاولى، لان المحيط اللي يدير هذا الطفل اذا ما يتغير بافكاره ومبادئه ما راح يقدر الطفل يستفيد. فاول ما تجيني الام الى السنتر احاول ان انسى انه هي عندها داون سيندروم، احاول ان اتناول الام والاب واطلعهم من عزلتهم ومن خوفهم ومن خجلهم حتى يكونون اشخاص اقوياء ينطون القوه لهؤلاء، لان اذا هم ضعفاء كيف راح يقوون اولادهم؟ فالام اول شيء اغيرها اشوفها اقتنعت انه ابنها ممكن ان يصير something، بعدين يلا انتقل الى الطفل. حسيت ايضا انه مو كافي انه فقط العائله اللي عندها داون لازم اثقفها، اذا شلون؟ انا شخص واحد، طبعا هو مساعده زوجي واولادي، ما انكر فضلهم ابدا.
فقدمت على الجمعية العراقية لرعاية حملة أعراض داون من سنة 96، صدقوني لل 99، وبالقدرة يلا حصلت الموافقة. 4 سنوات أني أحارب يومية رايحة وجاية وما يقبلون ينطوني جمعية. بعدين سوينا الجمعية العراقية لرعاية حملة أعراض داون، والتزمت كل العوائل في داخل الجمعية، وبديت أطور العوائل وما يحيط بيهم، حتى خليتهم أعمامهم خالاتهم كلهم يجون ينتمون للجمعية، لأن يعني هذا الطفل حيكون في بيئة مو فد بيت واحد، دائرة مدائرة كلها. بعدين شفت أنه الطبيب اللي أنا أول شيء ما صدمني، لازم أبدي أدخل عليه وأغير بهذا الطبيب، لازم أغير رأيه. فكان كل ما تصير مؤتمر أو محاضرة في بغداد أني أروح أخذ ركن وأعرف كل مواهب أولادي. أولادي ممكن أن مثل علي عندكم يقرأ ويكتب إنجليزي عربي وواصل إلى وبنفس الوقت هم اثنيناتهم عندي يدرسون طلاب التدخل المبكر اللي هم عمرهم 5 سنوات، فإذا هم قابلين للتعلم والتأهيل وممكن أن يلزمون وظائف حتى لو أبسط ما يكون. علمناهم على الرياضيات، ممكن أن يفتحون محل وعندي فارس، طبعا أنا ما خليت هذه صراحة التهيت بهم فما قلبت. هذا علاوي دا يدرس الطلاب اللي اصغر منه ايضا داون سندروم في السنتر. عندنا المواهب الفنيه ممكن ان يكونون، ويمامه شاركت في لبنان وفازوا، وشاركت في اليونان وفازوا، هاي الميداليه مالتها. يقدر يقول لي واحد يسالني زين يتزوجون ذولا؟ نعم، من حقهم، من حقهم، هم بشر من حقهم أن يتزوجون، فلا تمنعوهم. المجتمع ليكون قاسي على الأطفال في سبيل أن ما ينقذهم حقوقهم، كل حقوقهم كاملة يجب أن يأخذوها بهذا المجتمع، يجب أن وعندي طفل متزوج هو وعائلته وزوجته وعايش بسعادة. هاي بنتي وأنا فقدتها طبعا سنة 2007، بس صدقوني أنا ولدي أطباء ومهندسين قبلها، ما علموني اللي علمتني إياه هبة. هبة علمتني أن أكون صبورة، علمتني أن أتفانس في خدمة الآخرين، علمتني أن أنحر ذاتي وأسهر وأشتغل على مودهم وأقرأ وأستمر أطور بنفسي في سبيل تطويرهم. إذا هي أحسن من الطبيب وأحسن من المهندس وأحسن من الدكتور.